مغرب، مبروك يا مغرب استضافة أمم أفريقيا. اضحك يا بقي. قررت الجزائر منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن عزم بلاده تقديم مليار دولار لصالح مشروعات تنموية في إفريقيا. ذات أن الجزائر مسحت خلال 5 سنوات الأخيرة ديون 14 دولة إفريقية، حيث بلغت هذه الديون ما قيمته 3.5 مليار دولار. أنا نعانيوي. معلش خويا. والله أنا نعانيوي. يا أيها الشعب الجزائري، عندنا منشآت وكلش، ما عندناش الكولسة وما عندناش هدرة في لافريك وداوها المغاربة وبصحتهم، وذكا راح نخدموا القدام ونديروا خير وندخلوا الكولسة ونديروا معارف في الاتحاد الافريقي. يا خويا اخرج مسؤول يقولنا هكذا، نقول له هاوليك حقك. الجزائر مال الجزائر عاوتاني. هذا ميساج للرئيس الجمهورية، اسمع مني واش نقول لك بس مش نلحقوا لك في الخبر. يا قوتا يا القمر علقلي وديري توتا. قال لك الانسحاب، الانسحاب انسحبنا قبل ما يديروا الاعلان ديال النتائج. علاش كيدل الانسحاب بعدا؟ الانسحاب لانك ضعيف، ما عندكش، ما تقدرش، فيك غير الهضره. قوى الضاربه، اكبر دوله، الغاز، البترول، العدس، اللوبيا، قصامة، كاميرون، كاس العالم، كاس افريقيا، البريكس، الحليب. يا ولاد اللوبيا. اودي الانسحاب، اودي اودي. اول حاجه بعدا الاخوان بارطاجيو الفيديو لانه غادي تفقسوا البلاطوات عندهم عاوتاني، واللايف قوم بروح بعدا فوز المغرب تنظيم كاس امم افريقيا 2025. وبالنسبه 2027 كينيا، اوغندا، وتنزانيا. وبالنسبه للجزائر حتى هي غادي تنظم كاس امم افريقيا ديال العدس واللوبيا والرز والحليب والزيت. اهلا وسهلا بك ومرحبا يا حليب، رغم الداء والأعداء تبقى أنت الحبيب. الحبيب وبجانب عمراوي البسيط الحبيب. الحبيب وكذا. وي وي وي، هذا المغرب ينظم كاس افريقيا 2025 في المغرب، والجزائرية شنو غادي ينظموها الخوت؟ أنا باغي نديرو تنظيم مشترك بين المغرب والجزائر الصراحة. هذا من نيتو، هذا من نيتو، هذا قال لك ملف مشترك بين المغرب والجزائر. هذا راه تيحل ماد راه الله فاق وقيل تيحل مورا العصر. دابا المشكل هما من 2011 تيبنيو في التيرانات، من 2011 عندهم واحد التيران في سيدي الزور تيبنيو فيه من 2009 حتى دابا باقي ما كملش الاشغال فيه. وجا القجع ريب جوج تيرانات وربح التنظيم. غندوزو نسمعوا الاراء ديال الجزائريين في القضيه ديال تنظيم كاس امم افريقيا. يلا سيدي نسمعوا هذا السيد. انا مغاربه بصحتهم وكيديروها تما، نروح نتفرج في المغرب وعادي وما عندي حتى مشكل مع المغاربه. انا عندي المشكل مع المسؤولين هادو اللي عندي المشكل مع المسؤولين هادو والناس اللي تسني برك. باسكو اليوم نقرا في لي كومونتير انا زعفان، الناس اللي تحب البلاد زعفانه، وناس يقول لي قرار سيادي كومونتي. واش قرار سيادي خويا العزيز؟ دوك فهمني، اذا انت يا كجزائر كدوله اكبر دوله في افريقيا والتاريخ والجغرافيا وقعيتك، ما تقدرش تدخل في الكواليس تاع افريقيا وما تقدرش تواسي تحشر معاك بلدان افريقيه باش تدي شرف استضافه هذه كوب دافريك، اذا ما احنا ما كان والو. يا خويا المسؤولين هادو، اخرج المسؤولين هذا الكره. قلنا شوف يا ايها الشعب الجزائري، عندنا منشات وكلش، ما عندناش الكولسه وما عندناش هدره في لافريك وداوها المغاربه وبصحتهم، وذكا راح نخدموا القدام ونديروا خير وندخلوا الكولسه ونديروا معارف في الاتحاد الافريقي. يا خويا اخرج مسؤول يقولنا هكذا، نقول له هاوليك حقك، ربي يعاونك ورانا معاك وان شاء الله نوصلوا. بصح باش هكذا بدلنا الخطه والاخر تبقاو تتبعوا هكذا تحشوا الناس، ما راح توصلنا الى اي شيء. هذا العقليه يا خوتي، كيف كيف كيما قلت لكم في البريكس، كيما في هذه كيما في هذه، ما كاش مسؤول هكذا يخرج يقول يا ناس يا شعب الاقتصاد الجزائري ليس مستعدا للبريكس، لازم نخدموا، هيا بنا هيا بنا. نقول له يا عام راني معاك يا المسؤول نخدموا ان شاء الله، بصح باش تقول لي بلومبي ولا تقول لي خطه
علاش 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 الى متى نبقاو هكذا يا شعب؟ يخرج مسؤول قول ليه مروك داوهالنا بالكواليس. والله راني معاك، هاي راني معاك، تروح ما حب وين تروح بصح خلاص. الى متى هذه تاع البريكولاج وتخبي وتلعب هاك شغل ما كاين والو؟ الى متى؟ هذا هو برك الميساج تاعي. الميساج تاعي انا نحب بلادي بصح الطريقه اللي نحبها انا بلادي، واللي تحبها انت ماشي كيفي. انا نحب بلادي نحبها في العالم المحلي ياك. راه قالها لكم، قال لك الدو ديال 2025 حلف عليها، هو راه حلف عليها. اسمع اقسم بالله راكم دبلك ما تديوها ان شاء الله، تديها المروك وروح جبوها من المروك. شوف وري له، شوف اجل الاولى تيكي والله ما دخل. شوف الضرب، شوف الضرب تاع لابوليس، شوف الضرب، شوف ولد بلادكم قالها. وبالنسبه اللي رابح من هذا الشيء كامل هو حفيظ مانديلا. جا قال جوج كلمات ودا جوج فاليزات ديال الفلوس وسميتو التيران على سميتو، على حقاش نتوما ما عندكمش الشهداء، ما عندكمش الناس اللي تقدروا ديروا التيران بسميتهم. درتو جبتو مانديلا، مانديلا مانديلا اصلو من الجزائر. نسيت وحاجه اخرى انه موتسيبي قال لهم ودي حنا جميع الاتحادات الافريقيه غادي يصوتوا للمغرب باش ينظم كاس العالم 2030. قالها فمو في اليوم قالها. وبالنسبه حنا عارفين انه الجزائر وجنوب افريقيا هذوك ديما تنحيدوهم في لا ليست عندنا حنا، جنوب افريقيا والجزائر. وبالنسبه اللي لاحظت انها اغلبيه مرشح السنغال باش تنظم كاس افريقيا 2027، ولكن على حسب رادي جا هذا الشيء باين واضح لانه ما يمكنش ينظموه نفس البلاصه. فين هو ابو زبير ديال بونيف؟ حبابا نقولوا المغرب ملف تاعو قوي، هاي نظم كاس العالم، عنده بنيه تحتيه. الا تتكلم بصح سينيغال تديها 27. فين هو ابو زبير ديال بونيف؟ ما شاء الله تبارك الله، حول زيانة أنا معروضين وعايين حول زيانة. قال لك اللي هي مريولة أسطر بناتها، عندك غير خمار وصل لي صوالحي وحدي قياس، وانتم هادرين فينا هادرين ما شاء الله. الله العظيم إلى عالم صافي. خوتي الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارج الوطن، الايامات الجايين راح يكون عندكم لايف عالمي. تعرفوا واش هي لايف عالمي؟ لايف عالمي راح يضرب المخزن المغربي، يقسموا على قسمين. قال لك اللايف ندير اللايف، قال لك اكبر لايف ولا ما عرفش شنو تيخربق. واش راه خصك دير اللايف على هاد الناس هادو؟ راسه تاع واد الناس هاد الناسيوناليتي تاع الجزائر، نحرق الراسه تاع واد ديال الكب، ندي ناسيوناليتي تاع الهنوده ولا ناسيوناليتي تاع الرجيل؟ الهنوده راه مخرب. واش دير اللايف؟ دير اكبر لايف، ديروا على هادو. تصور فيها جا دير المشاهد، دير لنا في المشاهد. لا وجع 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 دير لاشين هاجت كيلو سيارة. بغيتي دير أكبر لايف ديرهم على هادو. قال لك اللايف ديرهم على هادو. العقبة لكم إن شاء الله في 2080 ولا 2100 إن شاء الله بربي. إخوان إذا وصلت هنا ما تنساش المتابعة، تهلاو